السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم النهاردة، لو عندك فراخ بلدي على السطوح لازم تعمل الآتي، خصوصا ان احنا النهاردة 20/10/2019، يبقى لازم تنظف العشة بتاعتك او الأوضة بتاعتك تنظيف كويس، يبقى لازم تسقف العشة بتاعتك وتقفلها كويس. زي ما انتوا شايفين اهوت المكان بدأ يتقفل، وسايبين ده اهوت شباك سلك بتقفل بالشكارة دهيت. نفس القصة المكان اللي الفراخ بتبيض فيه اتنظف، الاقفاص اللي بيقفوا عليها اتنظفت وتم رش اسفلها جير، ولابد من نظافة المكان، لابد من تقفيل المكان علشان مية الشتاء وعلشان الرياح وعلشان المطر، ولابد من نظافة ايضا العلافة علشان الاكل يبقى نظيف فيها. وعاملين هنا فكرة كويسة اهوت للطماطم والخضروات اللي هي بتبقى بايظة، حاطينهم في اقفاص علشان المكان ما يتبهدلش، وهيت الصناديق محطوطة هيت تحتها جير وفوقها جير علشان يعني قدوم الشتاء، وعلشان الفراخ بتاعتنا يبقى نظيفة. ولو الأوضة بتجيب مية في الشتاء ولا شيء الأوضة ما تتبهدلش، ويبقى تحت الفراخ روبة وعكة تحتهم. فلابد ان احنا الايام ده هيت نسرع في نظافة وتقفيل المكان، والسطح لو بيجيب مية نجيب شكاير نسقفه نحط عليه صاج، نبدأ نظبط الأماكن بتاعتنا علشان ما تجيش شتواية فجأة وتبهدل لنا الدنيا ديت. يعني نصيحة للناس اللي عندها أوض على السطوح بتربي فيها فراخ بيضة، فيها حمام، فيها سمان، فيها أرانب، اسرع ويعني بالغ في الإسراع بإنك تظبط المكان علشان الجو وتقلبات الجو، وأهم شيء النظافة النظافة النظافة. تاني شيء ابدأ حصن الطيور بتاعتك بمصل انفلونزا الطيور بالنسبة للفراخ البلدي والبط والرومي، ابدأ حصن الفراخ بتاعتك ضد انفلونزا الطيور بعد النظافة وبعد تطهير المكان. تطهير يا جماعة، رش في المكان فينيك كلور صابون كل يوم، ترش مادة من المواد دهيت علشان يعني نتفادى الفيروسات والأمراض اللي بتيجي في الشتاء. دوت يعني نصيحة أو ما يجب اتباعه قبل دخول الشتاء. يعني حبينا نذكر بعض بأهم الأمور دهية. شكرا لحضراتكم، وتابعوني على قناتكم قناة مهندس صبري غازي. شكرا لحضراتكم.